كل. اخلص يا حمدي. صباح الفل. امسك. ليه بس؟ طب ما تخليها علينا المرة دي. انجز يا حمدي. تمام. صباح وشت. علي فين؟ في ايه؟ علي فين؟ اخلصي. مالك في ايه؟ جوه في الاوضه. ابوكي ماله؟ يا بنت ردي عليا ما اكون بكلمك وسيبي الزفت ده. عمرك ما تشدي موبايلي مني كده، عمرك. الموضوع ده بيعصبني قوي. ردي عليا يا بنت، ابوكي ماله؟ في ايه يا بابا؟ ايه ده؟ لا يا بابا انا اغرس يلا. بتبعت صورك عريانة؟ دي فضيحة. لو أمك عرفت هتتصرف معاك إزاي؟ هتبص في خلقتك إزاي؟ ابنها اللي المفروض راجل بيصور نفسه عريان للبنات على النت. وأختك يالا لو مسكت تليفونك وشافت المنظر ده، ولا واحدة صاحبتها شافته، هتعمل إيه وتتصرف إزاي؟ بلاش. وانا هيبقى وضعي ايه لو الصوره دي انتشرت والناس شافتها وعرفت انك ابني؟ والله يا بابا انا عارف اني غلطان. انت عيل نجس. هتعمل ايه بصوره زي ديت؟ انا عايز افهم. يعني هتبين قد انك ذكر يالا تنيل. يا ريتني فرحت بيك يا حلت امك. لا ويا ريته طلع بيت، ده طلع راجل. ما كنت اتصورت له بقميص النوم بقى يا راجل. بقولك ايه؟ ما تكتبيش ماما، اكتبي ناديه صاحبتي او اختي اي حاجه. هكتب لك انت عايزاه. حطي سمايل فيس وسوباروش جنبي. ها اهو يا ماما. اهو اهو اه اوكي. ابوكي ماله بقى؟ ما اعرفش يا ماما. وانا مالي؟ هو جاي متعصب الطريق كله، انا مالي بقى؟ جات كل هم انت وابوكي واخوكي في ساعه واحده. كتبتي ايه يا بت؟